السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه: يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. استعينوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل سائل: هل يستحب أو هل يجوز أن نصوم اليومين المتقدمين لرمضان، يوم السبت ويوم الأحد؟ أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان صوما يصومه أحدكم. إذا كنت تصوم يوما وتفطر يوما ووافق ذلك يوم 29 أو 28 فلا بأس، وإلا فلا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، تفضل. بسم الله يا شيخ. السؤال عن معاملتين ماليتين وكده. المعاملة المالية الأول، أنا عندي عجلة وكده، فرحت على واحد بتاع عجل وكنت عايز أبيعها يعني وكده، وأنا مسافر بره البلد وكده، فقلت له إيه، هو قال إن هو هيشتري وكده، فقلت له خلاص روح وتمنها بما يرضي الله وخدها يعني. فقال لي خلاص، راح وبص عليها وأخدها يعني وكده، وما كانش قال لي على السعر. عجلة عجلة تقول؟ تمام كده. وراح وباعها، تمام كده يعني، خدها وراح وباعها. وبعدها بيوم بقول له عملت ايه وكده، فبيقول لي بعد عليا وخد 1000 جنيه مثلا. فقلت له لا يعني، السعر انا مش عايزه، انا عايز اكتر من كده، تمام كده. فقال لي براحتك يعني، لو انت عايز ان انت اجيب لك العجلة تاني انا بعتها اجيبها عادي. عايز يعني انت وكلته في بيعها؟ لا انا ما وكلتوش في بيعها، انا قلت له ان هو هيشتريها، هو كان هيشتريها مني، انا عارف ان هو هيشتريها وهيبيعها، بس ما يبيعهاش من قبل ما يعرفك السعر بتاعها. تمام. هو يشتريها منك يعني؟ كيف يشتريها وهو بيعها ما عرفكش السعر؟ هو اذا اشتراها خلاص انتقلت عهدتها اليه. ايوه، هو باعها من غير ما يقول لي ان هو هيبيعها بقى. يعني عفوا، انت قلت له اشتريها منك؟ اشتراها او لم يشتريها؟ لا لسه ما كانش اشتراها، راح واخدها وباعها منه لنفسه. يعني ما كنت لم تكونوا اتفقتم على سعر؟ لا ما اتفقناش لسه على سعر. العجلة دي سعرها معروف لدى الجميع ولا غير معروف؟ لا هو السعر، الحاجة المستعملة بتبقى سعرها متراوح. تمام. طيب السؤال ايه بقى الان يعني؟ ايه؟ ما مخيرك، قال لك ارد لك عجلاتك او تاخذ 1000 جنيه. او تاخذ، او قال لي اخري ان انا هزودك كمان 100 او 200 جنيه. فانا لو انا اخذت الفلوس كده يبقى في مشكلة في المعاملة؟ لا ما في مشكلة، لا ما في مشكلة، ما في مشكلة. حصل خير. طبعا لم يكن جائزا له ان يبيعها دون الرجوع اليك، قال ان يشتريها، انه لم يتملكها التملك الكامل. تمام. لكن ما دمتم اصطلحتم الامر انتهى. الفلوس ان انا اخدها دي ما فيش اي مشكله. لا ان شاء الله. طب السؤال الثاني يا شيخ، المعامله الثانيه، انا شغال في شركه وكده، ف يعني قبضت الشهر بتاعي وانا كنت غبت يومين، والمدير طبعا ما كانش خصم عليا اليومين دول، فرحت وقلت له ايه انت ما خصمتش يعني اليومين اللي انا غبت عليهم؟ فقال لي الشهر الجاي ايه هيخصم، او الاسبوع الجاي هيخصمهم مني يعني، لو انا صرفت الفلوس اللي معايا دي فيها شيء؟ لا ما في شيء ان شاء الله. تمام، شكرا. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل. نصيحه لتثبيت القران يا شيخ. نعم. نصيحه لتثبيت القران. اولا تسال الله ان يثبته في ذهنك او في قلبك. ثانيا وكما في الاثر، اذا قام صاحب القران فقراه بالليل والنهار ذكره،
وإذا لم يقم به نسي. قد قال النبي تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور رجال من الناقة. فالشاهد أنك تحافظ على القراءة المراجعة وتصلي به في صلاة الليل مع سؤال التثبيت. بارك الله فيك. ما فيك، الله يحفظكم. والحكم حفظ القرآن على يدي معلمة، لكن يوم الامتحان يمتحنون شيخ ويغلق يغلق الباب على، إذا كان يغلق الباب على فتاة لا يجوز إغلاق الباب على فتاة. كيف يعني يغلق الباب؟ قولوا له أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أخوانا رجل من امرأة فإن ثالثهما الشيطان. يقول: رأيك في الشيخ عبد الكريم الخضر؟ هذا لا يحتاج إلى رأينا، هذا عالم فاضل من علماء المملكة العربية السعودية، من علماء الرياض الأفاضل الأجلاء، من نحبهم في الله، فاستفد منه بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بفضلك يا شيخ، هل يجوز تحديد ختمة جماعية لرفع المرض عن أخي مثلا؟ لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم؟ لم يرد ذلك عن رسول الله، تختم ختمة جماعية كي يكشف الله الضر عن فلان، لم يرد. ولم يصنع النبي ذلك في عدة مواطن ابتلي فيها، وابتلي فيها أصحابه والمستضعفون كانوا بمكة. ولم يرد أن النبي قرأ ختمة جماعية مع الصحابة لكشف الضر عنهم، بل الدعاء هو هو المطلوب. شكرا لحضرتك. الله يكرمك. هل يجوز الأخف على لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ايش المشكلة يعني؟ مش فاهم. إذا كنت تقصد الفزلكة التي يفعلها بعضهم والسماء والطارق، وارجع قل الطارق النجم الثاقب، فهذه فزلكات وأيضا قد تحصر التفسير في وجه واحد. السلام عليكم. هاي سعد الأخير، كيفك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. تفضل. الله يحفظك. معلش يا شيخ مصطفى، لو واحد اتسرق منه الظرف الفلوس بتاع الزكاة، هل يعيد تاني كلها ولا كده خلاص؟ يعيد. يعيد كله؟ يعيد إذا كان مسرا يعيد. بعدك يا شيخ مصطفى، تاني سؤال، لو واحد اللي هو من ضمن الكلالة وليه أختين بس، الورث يقسم ازاي على الاثنين؟ كلالة من الأم أو كلالة ذكر أو أنثى؟ لا، الكلالة ملوش أب ولا أم، ولي أولاد ولي أخت. لا يعني الإخوة ولا من الأم أو من الأشقاء ولا؟ لا، أب وأم، إخوات بنتين أب وأم. إذن الذي تنتظمهم هي الآية التي في آخر سورة النساء، آية الصيف: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، البنات لهم الثلثان. الثلث الثاني ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فالأولى رجل ذكر. ما فيش أي حاجة ليه، هو أختين بنات بس. ابن عم ما فيش، عم ولا ابن عم ولا ابن عم عم ولا أحد من العصابات؟ لا خلاص، حتى ملوش، حتى لا ملوش إمام حتى. في من العلماء من يقول بالرد، يعني ترد التركة الباقية في حالة عدم وجود عصابات إلى الورثة كل بحسبه مرة ثانية. معلش يا شيخ مصطفى، آخر سؤال، يعني إيه آية وألقينا على كرسي جسدا حيث اللي هي الآية اللي هي بتقول كده؟ يقصد إيه بالجسد هنا؟ الجمهور من المفسرين على أن قوله تعالى وألقينا على كرسي جسدا ثم أناب أن الجسد شيطان جلس مجلس سليمان عليه السلام، جلس مجلس سليمان عليه السلام وأخذ خاتم سليمان وجلس يقضي بين الناس بأقضية غريبة مخالفة للشريعة، إلى أن كشف الله الضر في قصة يطول شرحها، وارجع إلى كتب التفسير. أما هناك من العلماء كالشنقيطي رحمه الله قل قولا غريبا في الباب، وهو أن الكرسي هو نصف الجسد ونصف الإنسان، إذ سليمان قد قال: لأطوفن الليل على 100 امرأة، على 60 امرأة تلد كل امرأة من هنا ولدا يجاهد في سبيل الله، فما ولدت إلا امرأة ولدت نصف إنسان، قال هذا نصف الإنسان، والله أعلم.
لكن الجمهور على الاول. الجسد شيطان. معلش يا شيخ مصطفى، اخر القط الاسود جن، هل ده حديث صحيح ولا ده لا؟ لا لا، ما في حديث كده. ما فيش اي حاجه. معلش واسحاق ويعقوب نافله. نافله هنا معناها ايه؟ زياده على الطلب. يعني كان بيسال الذريه، ربنا رزق اسحاق، ومن وراء اسحاق نبي اخر حفيد، ليس يعني الشخص قد يسال ربه سؤالا يعطي الله ما سال ويعطيه اكثر مما سال. فهمت؟ ايوه فهمت يا شيخ. مع السلامه حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك شيخنا؟ طيب والحمد لله. يا شيخ، ما حكم الصلاه في المساجد التي تحتوي على مقامات؟ الصلاة نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إن صليت الصلاة أجزأت عنك. طيب لو أنا متوجه لها خصيصا، يعني مثلا مسجد الحسين أو كده. لا يجوز لك أن تتوجه لها خصيصا، لكن إن قدر وصليت أجبتك. حديث فاق موسى العين ملك الموت أخرجه البخاري مرفوعا وموقوفا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيدنا تفضل. بالله عليك، انا ان شاء الله عندي مسابقه بكره في القاهره، فبالله تدعي لي يعني، لان هتصفيها على عمره ان شاء الله. الله يكتب لك التوفيق يا رب. بالله عليك، لازم نسلم لصالح دعائك. الله يكتب لك التوفيق يا رب. اللهم نسوي قران يعني ان شاء الله. الله يكتب لك التوفيق، ابتغي وجه الله ان شاء الله. دعواتك ما تنساش من دعاء بالله عليك. الله يثبتنا وياك يا رب. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، هل لهم توبة؟ نعم لهم توبة، ولكن توبتهم بإكذاب أنفسهم. إذا كانت اتهمه يا بريء يكذب نفسه. أما قولك ولو لهم توبة كيف لعنوا في الدنيا والآخرة إذا لم يتوبوا، وإلا إذا تابوا فباب التوبة مفتوح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا فضيلة الشيخ، ممكن أسأل حضرتك سؤالين؟ ممكن. دلوقتي في حديث اللي هو بتاع امروا اولادكم علموا اولادكم الصلاة لسبعين. ايوه، ده انا سمعت حضرتك بتقول ان هو يجوز اللي هو يبقى صحيح، ويجوز اللي هو يبقى، يعني في بعض العلماء يتكلم في صحته، لكن يعني حضرتك ترجح انهي الاكثر، الصحيح ام ال... والله نحن نحتج به بغض النظر عن يعني من ضعف، ولكن لمن ضعفه وجهه. الله يكرمك. طيب حاجة تانية، دلوقتي في حديث بينص ان الرسول صلى الله عليه وسلم عند قدوم رمضان او رمضان كان يهنئ اصحابه به، هل ده صحيح؟ لا ليس بصحيح. طيب دلوقتي لو انا حابة ان انا اقول لحد كل سنة وهو طيب، وانا عارفة ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقولها، هل كده انا عليا اسم ام ان انا بلقي الفرحة على الناس؟ مش لا، ما في اسم ان شاء الله، يعني الامور سهله في هذا الباب. طيب صحه حديث، معلش، كان وجه الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الشمس والقمر وكان مستديرين. ما في الشمس. ما في شمس؟ لا، كالقمر. القمر هو بيقول الشمس والقمر. لا الشمس والقمر لا. يعني الشمس بس. القمر. وكان القمر تمام. صحيح. وكان مثل الصيف. مثل ايه؟ سيف، يعني السيف مثل السيف. خلاص قلنا القمر احسن من السيف وانتهينا. لا، بل مثل القمر. ايوه، والحديث اللي حضرتك بتقوله. ايوه ماشي. ما موضوعك يا محمود؟ مصطفى انور يسال، الرجل صام شعبان الا قليلا، هل يجوز له اتمام الصيام الى اخره حتى يوم الشك؟ لا تتقدمن رمضان بيوم او يومين يا مصطفى انور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. ذكر الله وإياكم النظر إلى وجهه الكريم يا عم الشيخ. يا رب آمين. اللهم آمين. لو سمحت سؤال. سل. في واحد صديق لي قال لي أعطني 50,000 جنيه وأديك كل أسبوع 200 جنيه. قلت له على المكسب والخسارة، قال لي أيوة. فهو كل أسبوع بيديني 200 جنيه، أقول له أنت بتحسب وكده، قال لي كل أنا بحسب كل 3 شهور. وكل اسبوع بيدينا برضه ال 200 جنيه. ده في شبهه كده ولا يا يعني شيخ؟
كل أسبوع. هو رجل أمين، رجل أمين صادق؟ هو رجل أمين وصادق، هو شغالة معاه في التجارة، بس أنا بقول له أنت بتحسد وبتعمل، قال لي أيوه بس هو محددها لي قبل ما أعطوه الفلوس. لا يمكن بيديلك 200 جنيه تحت حسابه آخر السنة يصفي، ما فيش مشكلة إذا كان كده. طيب تمام، يعني كده إن شاء الله ما فيهاش إصابة ولا أي شيء. إن شاء الله. خلاص ألف شكرا. يسأل عن حديث الكلب الأسود شيطان، هو شيطان الكلاب، كل فصيل منه شياطين، بنو آدم منهم شياطين، ولد شيطان، شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن. فالكلب الأسود شيطان الكلاب، أما هل هو جن عفريت؟ الجن خلق من نار وهذا مولود، أما من الجن عفوا لا نراهم وهذا نراه، فشيطان الكلاب. عبد الرحمن بن إبراهيم، ماذا تريد يا عبد الرحمن؟ اسأل، لكن طبعا ليس الأمر مفتوح كما تتصور يا عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا. اتفضل يا أخي الكريم. كل عام وانت طيب. وانت طيب. لم أفهم مردك من الإجابة بتاعت صيام شعبان يا سيدنا، يعني ما صمش آخر يومين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدمن أحدكم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان صاما يصوم أحدكم. فإذا كنت من عاداتك تصوم الاثنين والخميس وتوافق الاثنين مع 29 رمضان أو 28 رمضان صمه، أما أنك تصوم شعبان كله إلا قبل الشك بيوم ليس وفق كلام الرسول. الأفضل تقليل، يعني الأفضل لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين. جزاك الله خير. حياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أول عايز أقول لفضيلتك إنك نعمة من نعم ربنا علينا والله. يا رب يغفر لنا ولك يا أختي، الله يحفظكم. آمين. بقول لفضيلتك، هو أنا دلوقتي لما يكون عندي ظروف وما صليش القيام، هل صلاة الجفا والوتر هم دول قيام ولا هم سنة؟ هم من الليل، هما من صلاة الليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر واحدة. الله يبارك فيك. طب ويجوز إن أنا أقرأ فيهم من المصحف؟ يجوز، لكن هو السنة فيهم القراءة بالصور الخفيفة، الأعلى والكافرون والإخلاص. طيب جزاك الله خيرا. شكرا. الله يكرمك. أقول أطلت على أفقك الزاهر ملوك بني أمية، ملوك بني العباس. يا أخي اتق الله فيما قلت، اتق الله فيما قلت، أنت ستسأل بين يدي الله عن هذا الإفك. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ بحب حضرتك جدا. تفضل. حبك الله. أحسن الله إليك يا شيخ، وسأسألك عن بعض الأشياء اللي هل هي مفترة أم غير مفترة. تفضل. الحجامة لا تفطر على الراجحي. يا أنس، هل كنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف. القي لا يفطر. الحقنة المغذية، أختاروا رأي القائل بأنها لا تفطر. الحقنة غير مغذية، شرحه. الحقنة غير مغذية. عموما أختار رأي في القرآن، قلنا ليس طعاما ولا شرابا، ومن قال أقسم بالله ألا أكل ثم أخذ إبرة لا يقال إنه حنث. كثرة الأذن والعين، الظاهر لا تفطر أيضا، ليس تأكلا ولا شربا. وكثرة الأنف، شرحه. الأنف، كثرة الأنف لا تفطر، لكن احرص على ألا تدخل جوفك. خروج الدم من الأنف والفم، لا يفطر. المطمطة والاستنشاق، إيه رأيك أنت في المطمطة والاستنشاق؟ كما تسأل أسئلة يعني عقل شوي، يعني هل إذا تمضمضت أفطر؟ لا بس أصلي في بطل أكثر. خلاص صح صح، ما يا حبيبي غيره. غسيل الأسنان لا يفطر. نوم على جنابة واستيقاظ بعد الفجر، لا صلة الجنابة بالصيام، أكمل صومك واستحمى. كثرة الشتائم والنظر للمحرمات لا تفطر، ومع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. سل لو سمحت يا شيخ، نحن في المدينة الجامعية وأغلب الناس مشية. نحن ليس إحنا، نحن إحنا لا نحن ها. نحن في المدينة الجامعية وأغلب الطلبة سافرت
ممكن عددنا في صلاة الجمعة لا يكمل الـ40 يعني. صلي أيضا ما في مشكلة. لا ما في مشكلة. ماشي. طب الشيخ عندي سؤال تاني. سل. ما رأيك في كتاب مدارج السالكين؟ عليه تحفظ كبير. لا نقرأه يعني. اقرا البخاري، اقرا مسلم، اقرا صحيح تفسير ابن كثير، اقرا الكتب اللي تنفعك فيها ايه وحديث. هل الافلام المرعبه تحضر الجن؟ لا، الافلام المرعبه يعني فيها القاذورات، الشياطين تحضر القاذورات، حيث وجد القذر وجد الشيطان، حيث وجد الكذب وجد الشيطان. كفارات الأيمان التي مر عليها زمن وأنا لا أذكر هذا، كثر شوية يا فيصل، إذا كانت تظن أن عليك 10 أيمان اجعلها 15 واحطط لدينك. ما حكم الصلاة خلف الإباضية؟ الصلاة تصح وإن وجدت غيرهم صلي خلف غيرهم. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخنا. نعم كمل السلام أكمل. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا زي حضرتك؟ الحمد لله طيب. معلش شيخنا سؤال كده، دلوقتي في ناس كتير بتتعامل مع بعضها لأجل مصالح دنيوية، يعني يعرف فلان ويقعد معاه ويحبه عشان مصلحة الدنيا بس، فلان طيب. التاني مفيش بينهم مصلحة دنيوية، يعني ايه ما بيتعاملش معاه الكلام ده. طيب فهل ده هل جائز ان الواحد بيقابل اخوة حتى اخوة الا ما رحم ربي يتعاملوا مع بعض لأجل المصلحة الدنيوية فقط؟ جائز لكن ليس عليه الأجر المذكور في حديث الرسول أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، لا تجارة لا بأس، أنت نعم. تتعرف على جيد من الناس أنت تاجر وهو تاجر ما نعم. فيها مشكلة. السؤال الأخير يا شيخنا معلش، سؤال تاني، إمامة صاحب السلف مع يعني بتحفظ قد ما يقدر بس يأم بالناس، من صح صلاته لغير صاحت صلاته لنفسه صاحت لغيره. جزاك الله خير يا شيخنا. وياك يا حبيب وياك. أشكرك محمد أحمد بن رجب البنا، الله ينصر إخواننا في غزة نصرا عزيزا مؤزرا يا رب العالمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى إزاي حضرتك؟ كل عام وأنت بخير. الحمد لله طيب وأنت كذلك، تفضلي. الحمد لله ربنا يبارك فيك يا شيخ. كنت عايزة سؤال بعد إذن حضرتك. سلي. شيخي هو زكاة المال هي يعني جه موعدها وكده، بس انا يعني مش معايا المبلغ، مش متوفر معايا يعني، فهل يا شيخي ممكن، هل يجوز ان انا مثلا اقسمها من راتبي مثلا على شهرين او ثلاثة، او يجوز ان انا مثلا هي زكاة ذهب ولا عفوا زكاة ذهب او ماذا لا هي زكاة مال يا شيخي. يعني اذا معاكي مال معاكي فلوس. ما هي المبلغ مش معايا يا شيخي، هو حد واخده على سبيل الامانه، والحد ده اصلا مش في مصر دلوقتي يعني. خلاص ماشي، لما من المرتب لا باس ان شاء الله. اقسمه يا شيخي يعني ينفع، لان المرتب مش هيكفي، ينفع اقسمه مثلا على شهرين ثلاثه؟ ماشي مش مشكله، جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على الشيخ مصطفى العلوي رضي الله عنك. ورضي الله عنك، تفضل. وياك والله الشيخ مصطفى العلوي السامعين والسماع. يمكن أقرأ عليك سورة الفاتحة؟ طيب اقفل المسجل اللي عندك في البيت هذا عاملين وش. حاضر 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 يا والله الشيخ مصطفى العلوي، يمكن أقرأ عليك سورة الفاتحة؟ بس اقفل الأول وتعال أقرأ ماشي. نعم حاضر يا والله الشيخ مصطفى. لازم الفاتحة ولا اختار لك سورة ثانية؟ سورة الفاتحة. ما في سورة غيرها؟ سورة البقرة. البقرة؟ نعم. اقرأ كده آيات يعني تظهر فيها براعتك. أنت حافظ القرآن؟ إنما إلهكم الله الذي لا، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو. هذه الآية في سورة البقرة؟ لا في سورة طه. انما الهكم الله الذي لا اله الا هو واسع كل شيء علم. نعم نعم حافظها ولا اجيب لك ايه من سوره البقره؟ نعم يا فضيله الشيخ اقرا الان يا فضيله الشيخ ان شاء الله. انت هتفتح المصحف وتقول لي اقرا الان بسرعه انتقل، فلما فصل طالوت بالجنود
حرك. حاضر يا حاضر. فلما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما صلوت لجالوت. يبقى أنت كده يا أمك بتفتح لك المصحف ولا أختك ولا إيه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا فضيلة الشيخ كنت حابة أسأل سؤال تاني. معلش اتفضلي. دلوقتي تفسير ابن كثير ولا تفسير السعدي؟ كلاهما بخيرين كلاهما، بس ابن كثير أحسن، لأن ابن كثير كثيرا ما يستدل بالسنة، السعدي فارغ تقريبا إلى حد كبير من السنة. تمام، مع السلامة. يريد يعمل فيديوهات بدون مخالفات شرعية، يعمل أصوات بالفم بدل الموسيقى، لا بأس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل شيخ، ما حكم الذهاب إلى المدينة بقصد نية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، لابد أن نفصل بشيء من التفصيل في هذه المسألة، لأن بعض العلماء كابن تيمية رحمه الله يمنع من شد الرحل إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى عفوا لزيارة قبر النبي عليه الصلاة، وفي الحقيقة أن استدلاله ليس في محله. ما الذي استدل به ابن تيمية على منع شد الرحل لزيارة القبر؟ استدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. هكذا استدل ابن تيمية رحمه الله، وأرى أن الاستدلال به خطأ، لأن المستثنى منه هو المساجد. فالمعنى لا تشد الرحال لمسجد اعتقادا لفضيلته الأكبر إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. فالمستثنى منه المساجد، أما أن يجعلها عامة ويمنع شد الرحل بناء على هذا الحديث فهذا هذا الفهم فيه خلل، لأنك إذا منعت شد الرحل مطلقا إلا لثلاث مساجد، منعت شد الرحل لزيارة أهلك، منعت شد الرحل لزيارة أحبتك في الله، منعت شد الرحل لطلب العلم الشرعي، فكان مغلوط. ولذلك هاجم الناس أو أهل العلم ابن تيمية في استدلال هذا. احنا ممكن نستدل أن نقول أنه لم يرد شد الرحل عن الصحابة لمسجد رسول الله، لكن لا يحمل النفي، لا يحمل النفي. فلعلك فهمت مرادي. المستثنى، طيب هل هناك فضل خاص في الصلاة ان انا اصلي عند قبر النبي او ان انا ادعي عند فضل انك تصلي في مسجد رسول الله؟ صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه من المساجد. نعم، جزاكم الله خير. انت فهمت كان وجه الخلل الذي وقع فيه ابن تيمية ومن تبعوه هذه الايام، انهم استدلوا بحديث لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الاقصى، فجعلوا المستثنى منه عاما، وهذا خطأ، لكن المستثنى منه المساجد، لا تشد الرحال لمسجد الا الى ثلاثة مساجد. اما شد الرحل طلب العلم جائز، شد الرحل زيارة اخ في الله جائز، ومن الممكن ان يستدل الشخص بحديث الرسول زوروا القبور فانها تذكركم الاخرة. طب يعني يا شيخ، منا اشد من مثلا مصر هنا اسافر لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، هل لا جائز؟ يعني اجعل النية، بقول لك المانع يقول لم يصنع الرسول الصحابة ذلك، انما كانوا دون الرحل لزيارة مسجد النبي، ومن ثم بالتبع يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا يستدل بحديث لا تشد الرحل الا لست مساجد. نعم، فهمت السبب؟ نعم، بطل العجب. ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم، ونضر الله وجهك يا أمل بنت بدير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، بارك الله فيك يا شيخ أيمن، أين أنت؟ لو تدلنا على مكان نخرج فيه الصدقات. تكلمنا على الهاتف الخاص. الله يبارك فيك يا شيخ. وياكم. حبك الله يا مصطفى بن بكر. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. طيب والحمد لله. الله عمرك في صلاة الله. عزيزك يا شيخ، بس كنت عايز اسال
الصيام قبل رمضان بيوم او يومين لو انا مثلا كنت متعود اصوم يوم ويوم؟ فهل لو صمت لو صمت يوم ويوم موافقة 29 او 28 لا بأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بيوم او يومين الا اذا كان صوما يصوم احدكم. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا، زي حضرتك؟ الحمد لله. معلش يا شيخنا كان عندي سؤال كده. اتفضل. أنا بكتب ورا حضرتك الأسئلة والأجوبة ورا كذا حد من المشايخ منذ مثلا خمس ست سنين، خمس سنوات كده أو أكثر، فهل هذا يعتبر برضه جمع نوع من أنواع جمع العلم؟ نعم 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 إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. جزاكم الله خيرا يا شيخنا. وياكم السلام. وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. استفسار بس بعد إذنك يا شيخ. نعم. دلوقتي أنا معايا مبلغ فلوس عينها، كنت عشان أشتري عقار أشتري بها حاجة يعني. الله يبارك. دلوقتي هل زكاة المال المبلغ ده ممكن مثلا أطلعها مثلا طلعت مبلغ 20,000 30,000 المبلغ اللي المفروض يطلع، ممكن اطلعه بهيئه اشوف حد فقير حاجه زي كده واخده اعمل له تاشيره عمره واطلعه عمره، ولا لازم اطلعها فلوس ازاي؟ زكاة المال؟ ايوه. لا لا تعطيها لاحد يطلع بها عمره. عندكم فقراء مساكين اعطيها للفقراء المساكين. تمام. السلام. ايه اللي كاتب هل يجوز التطبيل على الطاوله؟ يعني ايه يعني التطبيل على الطاوله؟ كده يعني كده تطبل يعني تغني ولا مش فاهم؟ يعني مثلا زوجته بتطبل له هو ما ادري ما سؤاله يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. تفضل. ربنا يبارك لك يا رب ويحفظك. وياكم، تفضل. لو سمحت بس كنت بسال على جمع النوافل، جمع كذا نية في صلاة واحدة، يعني كيف تجمع تحية المسجد مثلا مع سنة الظهر مثلا ممكن؟ طيب في بقى المسألة اللي أنا عاوز أسأل فيها، لو أنا فاتتني السنن اليومية اللي هي بتاعت الحديث المشهور اللي هو بيت في الجنة. تمام. عيدها، تريد تعيدها عيدها. بسأل بس لو أنا بالليل ممكن اجمع ما بين النيه دي ونيه قيام الليل ولا ما ينفعش في صلاه واحده؟ يعني نيه ماذا؟ نيه ماذا؟ تحت مسجد يعني ولا ايه؟ مثلا لو انا صليت ركعتين مثلا بالليل. ايه. وانا فاتتني سنن اليوم وما صليتش قيام الليل، ممكن الركعتين دول يبقى بنيه سنن اليوم وقيام الليل ولا لا؟ لا طبعا، لا طبعا. ما ينفعش؟ لا ما ينفعش طبعا. يعني واحد صلى سنة الظهر ورجل صلى ركعتين من ركعات الليل، تساوي بمن صلى ركعتين ليلة فقط؟ مش لو يجوز الجمع بين. لا ما لا تخرف الله يكرمك. أنت نفسك صليت سنة الظهر والحمد لله وبعدها صليت ركعتين في الليل، هل تستوي مع من ترك سنة الظهر وصلى ركعتين في الليل؟ أنا بتكلم في أصل المسألة الإباحة يعني. إباحة مين أنت إباحة؟ أصل المسألة التخريف كده. الواحد يعني الواحد يجمع بين الثاني. يا ابني غلط كده، غلط كده، غلط غلط. انت تصلي ركعتين مثلا، هتصلي ركعتين تقول اقصد بها سنه الفجر وسنه الظهر وصلاه الليل، ما ينفعش كده، لا يصلح. تمام. زوج يفرض على زوجته اتباع المداخل ولا تتبع اي عالم معاصر من اهل الحق، لا تطيعه ابدا. واحد سباب شتام لا تطيعه ابدا. طاعته في المعروف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شيخ مصطفى زي حضرتك؟ الحمد لله، تفضل. دعواتك يا شيخنا. وأنت كذلك، الله يوفقك. الله يكرمك يا رب. سؤال بخصوص زوجة المرضعة، هل المرضعة إذا خافت على نفسها ورضيعها عليها قضاء وإطعام؟ تفطر وعليها القضاء. عليها قضاء فقط. نعم. أشكرك، جزاك الله خير. شكرا، بارك الله فيكم. السلام عليكم. ما حكم صاحبة الشيعة لدعوته إلى الحق؟ إذا كنت متأكدا أنك قويا وتدعوه أنت للحق
ولن يخدعك فلا بأس من أجل دعوته للحق. أما عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عندي سؤال الله يجزيك. سل. كيف نجمع بين الآيتين الكريمتين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، التي فهمت منها أن النيات والظنون السيئة لا نحاسب عليها، والآية إن بعض الظن إثم، التي فهمت منها أن الظن بيني وبين نفسي أثم عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يجب أن يعلم أن أفعال القلوب لا بد فيها من التفصيل. في خواطر تمر على القلوب، خواطر لا يستجمعها القلب ولا يعقد العزم عليها لا شيء فيها. لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. في أعمال للقلوب القلب يجمع عليها والشخص يعزم على فعلها، فهذه إما أن يثاب وإما أن يعاقب. قال تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، إذا أصبحت كسبا للقلب، مثلا الحسد على سبيل المثال محله القلب، تمني زوال النعمة الآخرين تمني محله القلب، تأسم عليه يقينا. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، تعقيد اليمين يأثم عليه الشخص. في أعمال القلوب لها مراحل وفيها تفصيل. قال الله عز وجل وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا هم العبد بحسنة قال الله لملائكته يرقبوه، إن عملها اكتبوها له عشرا، إن لم يعملها اكتبوها له حسنة. إذا هم بسيئة، في روايتان، هم بسيئة فعملها اكتبوها عليه واحدة، فلم يعملها في روايتان أحدهما فلا تكتبوها شيئا، وفي رواية فاكتبوها له حسن إنما تركها من جرائي، وفي ثالثة اكتبوها عليه واحدة، فيها تفصيل لابد. يقول زوجتي يوم راحت برنسانة ولم تصلي بعد تعبت معها مزافا، فارقها يا محمد. الله يسلمك. تعليق الآيات القرآنية في الغرف فيها مشكلة، إذا كانت للتذكير لا بأس، لا لتزيين الحوائط إنما للتذكير. اذكر الله ذكرا كثيرا، فاعلم أنه لا إله إلا الله، قل من يغض من أبصارهم، كل ما كان فيه تذكير داخل تحت قوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. جانا طلعت تطلب رقم التواصل بينه لها يا عبد الرحمن ولغيره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخي. نعم. أيوه شيخي، أنا اللي كنت سألت حضرتك من شوية على زكاة المال. هو حضرتك قلت لي ينفع أطلعها من مرتبي، بس معلش يا شيخي، هو ينفع أطلعها على شهرين أو كده ولا ما ينفع؟ ينفع، ما هذه حيلتك، ما عندك سبيل إلا هذا، عندك سبيل إلا هذا؟ لا ما عندي. خلاص شيخي. لا بأس، شكرا. يقول كلف أحد طلبة العلم تفريغ مجالس الفتاوى جماعه، كلامه طيب يا عبد الرحمن والله، لو شكلت لنا فريق عمل ونخرجه على فتاوى الفضائيات فتاوى الفيز إن شاء الله يكون نفع بإذن الله. مع التنقيع والنظر في متون الأحاديث بدقة وتخريج مبسط للحديث إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل. لو سمحت يا شيخ، أنا عامل في مصنع، وهذا المصنع يوفر لنا زاوية في مكان من المصنع، ولا يأتون بشيخ، يعني جميع الصلوات يقوم مكبرات صوت فيها أذان، والإقامة نقوم واحد فينا يقوم، ننتظر 10 دقائق ونقوم، مع العلم أن هناك مسجد بجوار المصنع يكون فيه أذان وإقامة وشيخ، يعني من الافضل ان اصلي في الزاويه ويكون لي نفس الاجر والثواب. لا، ما الحامل لصاحب المصنع لانشاء الزاويه عنده، لانه ممكن اذا ترككم تذهبون للمسجد في منكم من يتخلف بحجه ان اليوم تاخر ويختل، فاذا وفر لكم مكانا للصلاه فيه كمسجد في العمل جاز، وان كان الامر باختيارك وفي ساعه صلي في المسجد افضل. هو يتركنا يعني نخرج، ولكن بعض الاوقات يقول لنا يعني صلي في المصنع وانا اوفر لك وكذا وكذا، ولكن
لكني لا احس بخشوع او بنفس ال. على كل إن صليت مع الناس وكان صاحب المصنع يسمح لا بأس أفضل، إن لم يسمح ووفر لكم مصلى في المكان لا بأس. الله يسلمك. يقول وقعت في ذنب، هو ذنب بنون، ذنوب مش ذموب، وتبت عليه لكن شعرت بعد أنني لم أوفق للطاعات. استغفر الله ولا تيأس من رحمة الله وأكثر من الاستغفار والعمل الصالح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك يا سيدنا. وإياك، تفضل. تبارك الله، سيدنا في معرض عربيات عارض عامل عرض هكذا زي ما هقول لحضرتك. تفضل. مقدم 150,000 وشهريا لمدة 5 سنين 15,000، فهل في ربا؟ مقدم يا عفوا، كيف ثمن السيارة؟ كيف ثمن السيارة؟ السيارة ثمنها 1,050,000. أيوة. مجدد 150,000 وشهريا 15,000 لمدة 5 سنين هكذا العرض. عفوا، السيارة 1,050,000. أيوة. دفعت 150، بقي عليك 900,000. على كم شهر؟ على 60 شهر. 60 × 15 ب90,000. لا بأس بكده، بهذا التوصيف لا بأس. تمام يا سيدنا. شكر الله لك. وياك. كل شهر الزوج يذهب الدجالين اصلا يدعو في سبيل الله وامام وخطيب، وانا انكرت عليه لكن يستهين بانكاري وهو لا يرى انه على خطأ، الا يستمر على معتقداتي انفصل عنه. اذا كان يعتقد ان غير الله يعلم الغيب انفصل عنه. قل انا اشعر بثقل شديد في تأدية حقي الشرعي، هل علي ذنب؟ دعي انظري إلى حاله، هل يتوب أو لا يتوب من هذه الدجل. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، بس أنا كنت بسأل على جمع النوايا في الصلاة، لو سمحت أوضح لحضرتك بس نقطة في السؤال بتاعي لو سمحت. اتفضل. دلوقتي أنا عارف إن هو دلوقتي الواحد ما ينفعش يجمع نيتين، مثلا سنة الظهر وسنة المغرب مثلا في صلاة واحدة، لأن هي 12 ركعة والواحد لازم عشان ياخد الأجر لازم يصلي ال 12. تمام كده؟ تمام كده. حضرتك معايا؟ معاك. تمام. انا بتكلم بقى ان الواحد كده كده لازم يصلي 12 عشان ياخد الاجر. طيب. فلو ما صلاهمش الصبح ولا الليل داخل عليه وصلى ال 12 وقرن في النيه قيام الليل، فهل تحسب له قيام الليل ولا لا؟ ده سؤال. ما تنسي افهم الكلام. افترض انني صليت 16 ركعة في النهار ورجعت صليت 11 ركعة في الليل، هل اتساوى مع الذي صلى في الليل 11 ركعة فقط؟ أنا بتكلم في الإباحة بس. في ما هو لا يباح كده، غلط، أنت فاهم غلط. يعني أنا صورت لك الآن، أنا قمت الآن أنا وأنت. نعم. حافظت على صلواتي والنوافل طيلة النهار. تمام. وجئت في الليل صليت مثل صلاتك. أنت يا من تركت صلاة النافلة نهارا، هل نستوي؟ والنبي يقول عليه السلام إنك لن تسجد الليل سجد إلا رفعك الله بدرجة. يعني هل الذي صلى 23 12 و11 كالذي صلى 11 فقط؟ ما أنا شيخ أنا بتكلم في فكرة إن إحنا بنجمع. لا أنت كده باين يعني عليك. أما على الشيء كده بس غلط يا أخي، غلط غلط، هذا الجمع النية غلط. سامحيني. خلاص أنا تعبت معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كمل لي حق عندك. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة. ضعيف الأخيرة. مظبوط كده؟ لا مش مظبوط، الأخيرة ضعيف. ماشي. تفضل. قال ابن عمر انتهى السلام وبركاته. أنا عم الشيخ دخلت أصلي العشاء لقيت واقف ورا الإمام طفلين صغيرين، الناس الكبار واقفين على يمينهم. فأنا أخذت طفل منهم حركته وديته على يمين الصف، وقفت مكانه وقفت ورا الإمام. فالناس أنكرت على اللي قال كده، صح ولا أنت صح؟ طيب. أبي بن كعب جاء والصفوف مكتملة، فجذب شابا من الأنصار ووقف مكانه. فلما انقضت الصلاة التفت الشاب مغضبا إلى أبي بن كعب فقال: أبي بن أخي لا يسوءك، إنه عهد النبي إلينا أن نليه في الصلاة، والرسول يقول عليه السلام:
ليليني منكم الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خلاص الفلسين. ها الشيخ هو بيقول لي أنا الله مغفر للإنس والجن. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال سيدنا؟ الحال طيب الحمد لله. الحمد لله. سيدنا هل يجوز الجمع بين الظهر والعصر بدون عذر كالسفر؟ نادرا إذا دعت إلى ذلك حاجة فقط. نعم. إذا دعت إلى ذلك حاجة الجمع بين الظهر والعصر في الحضر إذا دعت إلى ذلك حاجة كان تكون امرأة ستدخل عملية جراحية من الساعة 2 مثلا للمغرب فتجمع العصر مع الظهر جمع تقديم. نعم. حديث ابن عباس في الباب. مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أظن الفيز ما عليه أسئلة عبد الرحمن كده. تفضل. فاش مصطفى إيه معنى آمنت بالله؟ صدقت بالله بأنه إله واحد، صدقت بالله أنه خالق السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض، صدقت بالله من كل النواحي. جزاك الله كل خير. وإياك الحبيب. صحة حديث أحب الأعمال إلى الله سرور تحصل على قلب مسلم ضعيف. هل يكفر من ينكر حرمانية المعازف والموسيقى؟ لا يكفر. في مشاكل عادية بيني وبين زوجتي وحماتي تصرفت تصرف تصرفت تصرف من دماغها وعصبتني ومن عصبيتي كنت بفكر وفقت وأنا أقول لها بنتك طالق إذا قلتها غير مدرك كما تزعم لا يقع الطلاق، لكن إذا قلتها يعني في غياب عقلك لا يقع الطلاق، لكن إذا قلتها وأنت مدرك تعي ما تقول طلاق واقع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. والله بتسعد لما بنشوفك بخير دايما. الله يسعدنا وياك بالايمان يا رب والتقوى والفردوس. تفضلي. ربنا يبارك لك ويديك الصحه. وياك. سمعت النهارده لحضرتك درس بتقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام حج راكبا. صح. الرسول عليه الصلاه والسلام حج راكبا من عرفات الى مزدلفه اردف اسامه بن زيد خلفه، ومن مزدلفه الى منى اردف الفضل بن عباس، فجاءت امراه خصاميه تسال سؤالا اتفق الفضل ينظر اليها وتنظر اليه فصرف النبي وجه الفضل. طيب وبالنسبه للطواف والسعي في الحج او في العمره يجوز اذا كنت ضعيفه ان تطوفي راكبه؟ لا مع القدره. مع القدره تطوفي ماشية على الارجل. طيب انا بس بسال عشان سمعت حضرتك قلت الافضل الركوب. لا انا اتكلم على الحج يعني عموما الرسول عليه السلام راكب في مواطن وسعى وطاف وسعى ماشيا عليه الصلاه والسلام وطاف ايضا راكبا احيانا. ايوه. فحيث وجد التعب جاز ان تركبي. طيب جزاك الله خيرا. ادعي لنا يا شيخ بالشفاء. الله يعافيك من كل سوء مكروه والسامعين والسامعات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف اتخلص من التعلق بالزوج؟ آدم رجل ولا امرأة؟ آدم آدم كيف يعني إذا كان صالحا قل يا رب أدم علينا الشر بالمعروف، إذا كان طالحا يا رب خلصني منه ومن شره. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم الشيخ أنت قفلت ولا نعم الشيخ؟ والله ما نعرف من أنت في العليك ليبس. ها كنت بسأل الشيخ دعا قال اللهم اغفر للإنس والجن. وقعد قال دع الله مغفر الإنس والجن تعدى في الدعاء لأن الله قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، إذا أراد العموم الكلي الله مغفر للجن والإنس أخطأ وتعدى في الدعاء لأن الله سبحانه وتعالى قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فلذلك يخطئ من يقول اللهم اغفر للناس جميعا اللهم اهد الخلق جميعا، لا مخطئ لأن ربنا قال فريق في الجنة وفريق في السعير. عندي سؤال ثاني يا عم الشيخ. سأل واسأل أسئلة عقل الله يحفظك. ما هو ده سؤال مش عاقل يا عم الشيخ. ما هو أنا أقول لك أهو السؤال ينادي على أسئلة. السؤال يقول للناس افهموني وافهموا عقليتي، فاسأل سؤالا أنا أنصحك بالمحافظة على عقلك، تفضل. أنت على طول يا عم الشيخ. ندابك يا عم خلص ماشي.
المرة اللي فاتت انا قلت لك يا عم كبر خلص اسأل سؤالك. ماشي ماشي ما السؤال اهو. المرة اللي فاتت يا شيخ انا قلت لك مش هدي النبي ان يعمل عمرة في رمضان، يعني مش هدي النبي ان عمرة في رمضان يا اخي لا تصد عن المسجد الحرام. يا اخي الرسول قال عمرة في رمضان تعدل حجة. كم عمرة الرسول عملها في رمضان؟ الرسول ما ورد انه عمل عمرة في رمضان لكن حث عليها السنن منها قولي ومنها فعلي. الله حكم الصلاة في الرسول عمل كم حجة؟ ها انت قلت لي بقى المرة اللي فاتت واحد وانا حجيت اربعة. لا حرج لا حرج لا حرج بس ولا فيها اجر؟ لا فيها اجر ان شاء الله ان شاء الله. حكم الصلاة في الميكروفات الخارجية عم الشيخ على حسب حال الناس، اذا كان اهل الحي اشرار اجعل الصلاة قاصرة على المسجد، إذا كانوا أيضا أبرار لكن يتأذون من رفع الصوت لمرض ولغيره صلي في المسجد، والأصوب والأقرب أن تجعل القراءة قاصرة على أهل المسجد ومن تبعهم. الناس بيشتكوا عن الشيخ. خلاص ما أنا قلت لك أهو. طيب امرأة لديها أربعة أطفال وحامل حمل جديد لم يتم 40 يوم ممكن ننزله بسبب الظروف الاقتصادية؟ لا تنزلي، الظروف الاقتصادية الله يدبرها لك ويبارك لك. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم وفي السماء رزقكم وما توعدون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليك يا شيخنا حكم الرضاعة في أقل من 5 رضعات، يعني من ناحية تحريم وعدمه؟ من ناحية يعني أقل من 4. الجمهور يقولون افهم 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 بسرعة، الجمهور يقولون رضعة واحدة تحرم لقول الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم بدون تحديد عدد، ولأن النبي قال إنما رضعت من المجاعة بدون تحديد عدد. الحنابلة يقولون 3 رضعات فصاعدا لحديث لا تحرم المصة ولا المصتان. فقال الجمهور مجيبين المص الشفطة، إنما عنين الرضعة الكاملة. وردت رواية لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان هي محجوجة والأصح المص والمصتان. ثالثا شافعية يقولون ب5 رضعات قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لا قول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم 10 رضعات مشبعات يحرمنا فنسخنا ب5 معلومات. هذا كلام عائشة وفهم عائشة ليس منصوص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا فهمها رضي الله تعالى عنها، ولم توافق على هذا من عدد من العلماء وما روى ذلك غيرها والله أعلم. طيب يعني فالجمهور يقولون لا يجوز، الجمهور يقولون رضعة واحدة محرمة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يحيى حق المسلم على المسلم اذا لقيه يسلم عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. انا شيخ عندي سؤالين. سل. الله هل يجوز ان نقول على الله محدود؟ ان ايه؟ يجوز ان نقول على الله محدود مش اللي هو المعنى الوحش يعني هل يجوز في علماء بيقولوا زي يا اخي لا تخرف لا تخرف لا تتكلم. لا. اسكت اسكت. الوارد في الكتاب والسنه اتبعه. محدود ايه ومش محدود ايه؟ هو يريد ان يرمي الى ان الله ليس مستوى على العرش، هذا يريد ان يقول ذلك. الشيطان يدخل كما دخل الاشعار قاتلهم الله انما يكونون حتما يكونون. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك كان عندي سؤال شخصي بس بحاول اتصل على حضرتك بالترد عليه. ما سؤالك الشخصي؟ لا لازم تقرا حضرتك شخصيا يعني. حاضر على الهاتف الخاص ان شاء الله. ما اسمك؟ تمام. اسمك ايه؟ ايمن. ايمن بعد الدرس كده اقول اخوك ايمن وانا اطلبك ان شاء الله باذنك يا رب رساله على الهاتف الخاص. تمام ماشي. هل النوم بعد العصر يذهب العقل؟ ورد حديث تالف في هذا، من نام بعد العصر فذهب عقله في جنة فذهب عقله فلا يلومن الا نفسه. تالف. وقال عدد من العلماء لا أضع راحة بدني من أجل فلان التالف الضعيف. حديث مثلا الله يهديهم بس أحيانا يجيبون أحاديث يقول لك النظافة من الإيمان. قال عالم من العلماء وضعته البلدية وستسأل عن ذلك،
لكن كلامه غلط. البلديه اللي ما وضعتش هو وضعه كذاب من الكذابين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سمعت يا شيخ، لو انا دلوقتي انسان يعني من العوام، عندي طالب يعني كده، وعايز اخد فتوى من حد شيخ زي حضرتك، الفتوى دي لما انا اخدها كفيله ان انا امشي في الحاجه وما يبقاش عليا اذا كانت يعني كنت بعمل حاجه صح ولا غلط؟ اذا كانت مدعومه بالدليل، مدعومه بالدليل وموافقه لعمومات الشريعه اقبلها ان شاء الله. نعم. مثلا انا دلوقتي يا شيخ مثلا واحد الحمد لله رب العالمين مسلم فقط، لا انضم لاي فرقه ولا اي شيء، وعايز اخذ مثلا فتوى في شيء معين واخذها من اهل السنه اللي حضرتك ان شاء الله منهم يعني. يا رب اجعلنا واياك كذلك. امين يا رب. فانا مثلا شفت فتوى للشيخ الالباني وانا احسبه ان شاء الله على خير يعني، انه بيقول ان لو واحد بيعمل في مكان مختلط ماله حرام. شفت فتوى ايضا للشيخ الفوزان وهو ايضا من اهل السنه ان شاء الله، قال ان امر مكروه فقط وماله مش حرام. كنت شفت فتوى لحضرتك بتقول ايضا ان الامر زي كده لو امن الفتنه يشتغل في مكان مختلط لا باس، لو لا يامن على نفسه الفتنه يترك العمل وما يشتغلش. ف ايه الضابط يعني في مساله زي العمل في مكان؟ اولا العمل نفسه، هل العمل نفسه حلال ام حرام؟ يعني العمل انت بتشتغل مثلا عفوا محاسب مثلا، تكتب الداخل والخارج الحلال، او مهندس على سبيل المثال، العمل نفسه حلال. تعمل طبيب مثلا يا شيخ مثلا في مهنه التمريض، اي بس صبرا علي واحده واحده كده يا حبيبي. التمريض جينا على التمريض، المسلمون يحتاجون الى ممرض او لا يحتاجون؟ يحتاجون، يحتاجون، ولا سنترك المرضى والذين أصيبوا بحادث يموتون. يعني الآن واحد أصيب بحادث أين نذهب؟ للمستشفى، المشفى. المشفى دي يحتاج أن تكون فيها أطباء وممرضون، صح كده؟ تمام تمام. إذا العمل نفسه حلال، لكن افترض أنك تعمل ممرض والعمل حلال وطيب وأجرك حلال، ما في مشكلة أبدا في أجرك، لكن في بنت غوية متبرجة شغلاك وتخاف تقع في الحرام، العمل نفسه حلال والراتب حلال، لكن حافظ على نفسك. يعني ما عندنا نص يقول ان، ما عندنا نص لا من كتاب ولا من سنة يقول ان العمل في هذه الحالة حرام، انما الذي عندنا ان الشخص يحافظ على نفسه من مواطن الفتن، والله لا يحب الفساد فقط. دلوقتي يا شيخ حضرتك مثلا هات سؤال. ايه. ان انا دلوقتي لو انا يعني هوصل عشان اوصل للعمل الحلال زي كده، وانا امن الفتنه ان شاء الله، وعارف ان انا الامور اللي انا محيطه بيها مش هتوجعني في حاجه حرام ان شاء الله. ان شاء الله. تمام، بس في الطريق عشان اوصل للشيء ده في امور في الطريق يعني امور فيها اشياء حرام. ماشي. يعني هتدفع رشوه يعني عشان تعين ولا ايه؟ ايه؟ تدفع رشوه من اجل التعيين؟ لا طبعا مش كده. ايه بس مثلا الشيخ عشان خاطر اتعين مثلا لازم مثلا اقدم في التجنيد ما بيه من المخالفات يعني. التجنيد انت عفوا، هو التجنيد انت مختار ولا مجبر؟ ما مجبر لي بحكم الوظيفه. لا مش مجبر بحكم، انت اذا مشيت في الطريق الان واستوقفتك اي حمله شرطيه واخذوك اشتباه ستحبس. تمام. طب انا كده يا شيخ يعني لو سمحت، انا يعني ان انا اخذ من حضرتك اهو فتوى ان شاء الله، عشان انا قبل ما يعني اتوظف يلزم للامر دخول جيش، ويلزم لي بعد كده مكان في مختلط، بس يعني ان شاء الله مع امان الفتنه يعني. فانا تنصحني يعني انا يعني اكمل امشي ولا يعني ابحث في مكان اخر؟ لان انا مثلا بتجد يعني مع المواقف دي بتدخل مع في دماغي ايات يعني في القران مثلا حسب الناس او يترك وان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، فبشوف ان دي تقع على هذا الامر يعني. لا لا كده انت معلش يعني انا خايف عليك منك تخلط في الامور. الان اذا انت عملت في مكان كالتمريض وكما تقول الفتنه مامونه فلا اشكال، لكن ان تسالني عن عمل اقول لك ابعد عن اي عمل فيه شبهه لك وحافظ على دينك بس، انتهى الامر. بس اسمح لي اسمح لي. السلام عليكم. الوقت كده ينتهي، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام.
هو أنا كنت من مدة حجيت الحمد لله. الله يتقبل. أنا بصلي في الساحة في واحدة ست حطت على رجلي المصحف. طيب. وثابته ومشت. ماشي. أنا خدت المصحف ده. المصحف ده أنا رجعت بيه. هل المصحف ده يعتبر من اللقيطة؟ هو من مصاحف الحرم؟ مصاحف الحرم معروفة. هو كان في الساحة ومن الطبعات السعودية زي المصاحف اللي جوه. لا رجعيه. أرجعه يعني أنا الموضوع ده بقاله 10 سنين وأنا إن شاء الله ربنا يوفقني وهجي السنة دي. اشتري مصحف خلاص جديد مكانه خلاص من هناك. ماشي الله يبارك لك. الله يكرمك. أنت منين يا أختي؟ أنا من المنصورة. خلاص ارسلي لي واحد من المنصورة ونعطيه مصحف نفس النسخة ويرسلها للحرم إن شاء الله، أو لا ترسلي واحد ذكرينا غدا ونكلف واحد يرسل لك المصحف إن شاء الله، مصحف مثيل للحرم إن شاء الله. يعني أودي فين حضرتك؟ ما أنا هودي لك واحد مكانه إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله ربنا ييسر الأمور بإذن رب. الله أنا هودي تاني. خلاص ودي تاني براحتك. حاضر. شلت عني المسؤولية. السلام عليكم. ليه يا جماعة؟ بهذا القدر أجتزئ حمدا لله شاكرا لأنعمه مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما ملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافلين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين وأكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا خير المنزلين وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الحور بعد الكور، ونعوذ بك يا ربنا من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله أصلح أعمالنا وطيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأخلص نوايانا واسلل سخائم قلوبنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء نعوذ بك من قلب لا يخشى وعلم لا ينفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع
نعوذ بك يا ربنا من ذلك أجمع يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.